ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أفرغت السلطات بمدينة العرائش عقارين مجاورين كانت تكتريهما سيدة تدعى خدوج البقالي منذ 65 سنة وتستغلهما كمنزل لها بعدما قامت ببنائهما على نفقتها. ووفق معطيات جريدة أشكين الإلكترونية، فإن العقارين كان عبارة عن أراضي اكترت السيدة الأول بموجب عقد مع وزارة التجهيز، والعقار الثاني بموجب عقد مع الأملاك المخزنية. ولجأت وزارة التجهيز التي يسيرها الوزير نزار بركة لرفع دعوى قضائية ضد المعنية بهدف طردها من العقار موضوع العقد الأول، متعللة بعدم أداء واجبات الكراء تردف المعطيات ذاتها. وأضافت أن عدم أداء واجبات الكراء أمر مردود عليه بحكم رفض الوزارة استخلاص هذه الواجبات ودعوتها المعنية بالأمر لتقديم طلب تملك العقار على غرار حالات مشابهة. السلام عليكم، أنا كنطلب من وزير العدل يتصرف. أنا مسكنة مدينة العرائش شارع عمر بن عبد العزيز رقم 2، ساكنة هنايا عندي 65 سنة، وهذا الحكم يصدر عليا ما بلغولي، ما عطوني أجل، تجاوزوا عليا البارح تجاوزوا عليا، خرجوا لي الإفراغ، خرج بيدك على راسك، ما عندك دار، ما عندك والو، وهذا الدار هذي راه بنيتها، خسرت عليا الصحة ديالي، خسرت المتاع ديال والديا، وباش بنيت هذا الدار هذي، ماشي دار صغيرة، راه فيها 500 متر. ودابا فيها داخل الأملاك وداخل الأشغال العمومية، والأشغال العمومية هما اللي حطوا عليا وباغيين يبيعوها لناس أخرين، ودابا أنا خرجوا لي الشارع حيت أنا ما عندي حتى شي حاجة، أنا خرجوا لي أنا ولادي 4 ديال الأولاد، شردوني أنا ولادي، اللهم هذا منكر. كنطلب من جلالة محمد السادس الملك ديالنا الله يشافيه ويعافيه يتدخل يفك لي هذا المشكل هذا مع هاد المحكمة النقض والمحكمة الإدارية اللي ظلموني، وهم خرجوا لي من الشارع، وأنا دابا عايشة في الشارع، لا ما ناكل لا ما نشرب، ما عندي شي شارية، ما عندي فلوس، هذه سنين من 89 هما نازلين عليا بهذا الدخل هذا، ما كيرحموني شي، كل عام كيجمعوا عليا هذا الرقم هذا، هذه شحال من عام 2015 هما معايا في الدعاوي. ما خلوني لا ما نكون انا ولادي ولا ما نشرب ولا حتى شي حاجه. هذا كان في جلالة الملك يتدخل في هذا الامر هذا. السلام عليكم، انا جيت اليوم من مدينه العرائش الرقم ضد الرقم 2 شارع عمر بن عبد العزيز رقم 2 خدوج البقالي، هذه 65 سنه راه جروني من داري وزاره التجهيز، 65 سنه الدار انا بنياها بالترخيص ديالها بالدليل ديالها، ودابا راه حكموني بالافراغ وجاولي لي خرجوني رانا في الشارع. كنطلب من السيد العامل يتدخل في هذا الامر هذا، راه شكيت عليه المره الاولى والثانيه، ودابا هذه الثالثه انا واقفه هنا كنتحاجج على هذا الشيء هذا، وكنطلب من جلاله الملك محمد السادس يتدخل في هذا الامر هذا، وكنطالب بالوزير العدل يتدخل في هذا الامر هذا، وكنطالب من وزير الحكومه يتدخل في هذا الامر هذا، وكنطلب الحق ديالي انا، الا بغاو هذه الارض هذه يعوضوا لي، ما عندي فين نمشي، ما عندي مندى، ما عندي سكنه، ما عندي ولادي خدامين، ما عندي حتى شي حاجه، 4 الابناء، الولد الكبير عنده 4 الابناء، انا معايا دابا عندي هي 4 الولاد، فين نمشي انا وولادي؟ ما
ما عندي فين نمشي، ما عندي خدمه، ما عندي تقاعد، ما عندي حتى شي حاجه. شبروني من يدي وخرجوني من الشارع. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. ودابا كنستنشد السيد العامل مدينه العرائش يتدخل. انا كنطلب عيد التعويض ديالي، يديو هاد الارض هادي يطليوها. انا خصني التعويض ديالي. هادي شحال من عام الضرائب اللي خلص والارض ديالي خلص، وضربوا لي كلشي في الزير وخرجوني من الشارع. ما جينا من المحكمه الاداريه وجاو البويس 88 واحد وعمروا عليا الدار وخرجوني نص الشارع. دابا اللهم هذا منكر. ما بلغوا لي، ما جاني حكم، ما عطاوني اجل، ما حتى شي حاجه. ودابا كنطلب السيد العامل يتدخل مع هاد الناس هادو ديال التدهيس. انا ماشي شبروني من يدي وخرجوني الشارع. سو 65 سنه يتدخل في هاد الامر هذا. علاش غيخرجوني الا كان ما عنديش الوراق ديالي؟ عندي، عندي باش غطيت، عندي باش سكنت، عندي الرخص ديالي، عندي الشهاده السكنه، عندي كلشي. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. مدينه العرائش راه فيها غير منكر. ماشي بالمخزن نقول انا ارهابيه، ماشي مسلمه. مراه جايبين 80 واحد بصفيطات بالعسكر والزمان كله جاوا. هذا منكر كبير. هذا ماشي شي حاجه كبيره. انا عمره ماشي دوار ولا شي مدينه ما جيني خوي وهم داره. دابا انا في الشارع انا وولادي صحاب العام. حسن مالك.